عليكم ورحمة الله وبركاته. شاتك كمان فيديو. كيفكم؟ خان فرض. حكيت لكم انا رح اعمل دي اي واي. مش اني يعني طبعا انا الدي اي واي قدير. اليوم رح نعمل ذكرتس درينك اوفر بي درنكن. يعني الاسم لحاله كليك بيت يعني. فأشهر اليوم رح أعمل درينك من أوكي ما بدي أتغابى، بدي أحكي فروتس بس خايف إنه كرز يكون فيجتبل فروتس. فيلا أول إشي لازم تقطع هاي تفاحتين، لازم تقطعها ييت يلا كمان كرز لازم تعطيه. اوب فايش هلا رح نبلش. ايش لازم تعمل؟ واهم اشي الحليب، بدون الحليب ما يكونش له طعمه، وكمان في سكر. فايش نحن الموال. يلا بسم الله هاي الاشياء. يلا هل ناخذهم للخلاط؟ هي خايفه اطلع الصوت، هي حاجه غريبه انه الساعه يمكن 7 وشيء بس مش بالليل طبعا صبح. غريب انا بالعاده بصحى متاخر، بس امبارح ما بعرفش ليه خفيت فضلتني نايم، فبالاخير صحيت على 5 يعني قبل ساعتين. هي هاي الخلاط، اي خلاط يستعمل يعني. ايش نعمل؟ اول شيء بدنا ندخل الحاجات دول، اول شيء بدنا ندخل الكرز. اذا شايفين الجمال، وبعديها بدنا ندخل التفاح. اخر اشي، لا انا غبي، الأبل الاخير حليب. يوم هي حليب، هاي حطينا ييت، وهلا نخلطهم ييت. انا رح اعمل شوي شوي مشان ما بدي اطلع صوت، عشان الدنيا نص الصبح ويمكن كلهم نايمين. فإذا أنا صراحة بنصحكم نصيحة حياتي، إنه الأخبي لازم توطي الصوت. وهي الصوت بيه كثير خايف. يس أوكي، هلا آخر 3 مرات. يلا آخر مرة. يلا هلا اسمي. هلا أهم شيء السكر، لازم تحطوا سكر. عشان بدكم اياه يطلع بطعمه، فلازم تحطوا معلقتين سكر، يعني هالقد من الكبار. جيت بعديها جيت، وهلا هدي اي واي افضل. وهلا هلا بنحط هاد عشان مبناش يشوفوا. جيت مالك بطلك توقع، ارحمني.
يتظبط، شايفين؟ ايه يلا 3 2 1. يلا فليت هيو، هذا هيك رح يكون شكله، اذا مش هيك شكله مش صح. طيب نحط ييهو وقعت الهاي. يلا يا باي احلى شكلها. وهلا شباب شايفين دي اي واي فنان، هلا يطلعوا والريحة أقسم بالله ما بمزح، أقسم بالله بتصطل والله خرافية. شايفين الجمال ده؟ هذا من صنعي. إذا بدكم يعني the greatest drink to ever be drunken on earth، تعالوا احضروا هذا الفيديو. هذا الكلام الصح ولك هذا؟ قال الكوكتي بلو، هذا الكلام الصح. يلا شباب إن شاء الله استمتعتوا بدي أي واي اللي عملته. والله انا يعني مفتخر بالعمل ده، طلعوا خرافي. يلا شباب ان شاء الله استمتعتوا ان شاء الله. اوهو فرجيكم كيف الفاينانشال. هاي هذا طلعوا والله خرافي. هيو هذا الاشي. والله كتير بجنن، انا عملته من قبل بس شني صايم فما بقدر اشربه. والله عظيم، اقسم بالله هيو خرافي، مفتخر صراحة. ان شاء الله استمتعت بالدي اي واي هاي، رح اعمل كمان كتير دي اي واي فستي توند. ان شاء الله تكون استمتعت، ثومز اب سبسكرايب وبيس.